بعد ما صار وتم اختيار خصب عشان تكون مسرح لنهائي كاس جلالة السلطان لكرة القدم، نبي نقيس الصدى في الشارع وبين الناس نشوف مفعول النهائي بدأ يشتغل ولا بعده. الوالد السلام عليكم، ايش حالك كيف امورك؟ الحمد لله. شو رايك باختيار مسندم او خصب لاقامه المباراه النهائيه بين الظفار والنهضه؟ والنعم ها. ان شاء الله. انت من وين اصلك؟ هنا من مسندم؟ انا من خصب مقدم. ما شاء الله. واليوم جاي تغسل موتارك؟ جاي بغسل وجاي بعد حاجات كذا بسيطه يعني كذا. هي من مشان الجماعه يعني. انزين ماشي باس، لكن الحين مباراه النهضه والظفار يوم الجمعه، بتحضرها ولا ما بتحضرها؟ يمكن ما احضر يمكن احضر يعني على حسب الجدول. انا قليل يعني اتبع المباراه هذه، لكن ان شاء الله نشوفك في المجمع ان شاء الله. يوقف الاولاد يعني شوي. انا اقول ان شاء الله الاولاد يسحبونك ويجيبونك لان الملعب راشد حصى. ان شاء الله ان شاء الله تعالى يوم الجمعه. يوم الجمعه ان شاء الله. فاضي جدول ان شاء الله. بس تحس من بيفوز، النهضه ولا الظفار؟ يمكن ها تردد. ها الجواب الاخير يعني الواحد بيشجع. انت شو تحس؟ قلبك شو يحس؟ انا قلبي بحس بعمان. بعمان اوكي. اتعطي لي جواب دلماسي ترى؟ نعم. ظفار ولا النهضه؟ يمكن النهضه. النهضه يقول يمكن النهضه. انزين قلت ظفار والنهضه، يعني حماسك متغير؟ لا والله. وبتحضر؟ لا اكيد 100%. بتحضر روحك ولا بتجيب حد وياك عيالك؟ اولادي هم بدون كلام بعد، بدون كلام اولادهم. هلاك متعقين في الرياضه؟ اكيد متعقين الاولاد، واحنا شياب بعد بنحضر ان شاء الله. يا سلام. أيوة. شو تقول للناس اللي يقولوا يا اخي خصب بعيده ومسافه؟ والله احنا نفس البلد الظفار وخصب وعمان، كنا منطقه واحده قريب عن القلوب، ما بعيد. ونقول لهم حياكم. نقول حياكم. نعم حياكم في خصب. نعم حياكم في خصب. نعم وبلادكم الثانيه. صبحك الله بالخير. صباح النور. كيف امورك؟ كيف صحتك؟ صحتك بخير الحمد لله. الحمد لله على سلامه. الله يسلمك يا مرحبا. اليوم نحن بخصب الحمد لله والكل يتكلم عن المباراه النهائيه، بس نبي نشوف انطباعاتكم حضوركم، بتحضروا ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله حاضرين، بس البعض يقول لك بعيد ومسافه، شو تقول لهم؟ هذا كل شيء له شيء يعني. الحمد لله يعني، وهذه الامور يعني لازم المباراه لازم كل واحد يروح له. ناس راحوا العالم راحوا. يا سلام. ما بين عمان وخصم يعني تستاهل ان الواحد يتعنى ويستانس. لازم يستانس لان هذا مباراه وعرس كروي. يا احسن شيء مباراه. صاحبك تعال 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 محمد. تعال محمد. تعال محمد. محمد صبحك الله بالخير. يا تاخذ لك خضروات واشياء. هذا قبل الغداء عاد. زي المباراه النهائيه محمد تحضر ولا ما بتحضر؟ والله شوفي انا ما مو رياضي. لكن يوم عمان يلعبون. يوم يلعب المنتخب. بس. لكن مباراة الظفار والنهضة الحين. قال لك صاحبك انه بيحضر، بتحضر وياه ولا لا؟ نشوف يعني اذا ما عندنا فرصة وكذا ما عندنا شغل. ان شاء الله تصير لك الفرص، خاصة بما انك انت تجي السوق وياه. لازم تصير مباراة وياه. ان شاء الله ان شاء الله. يلا الله يحفظكم ان شاء الله. شو تقول؟ هذا بيبه. اسحبه. ايوه اسحبه. بس ما تقول. هذه مباراة ملعبان. بين الظفار وال نهضة. هني يوم تبا. يا سلام. وهذا اللي فوز ان شاء الله. بس يقول جدولي ما جدولي ما اعرف محمد شو. ان شاء الله ما بخله. ايوه. ما بخله انا بس البيت ان شاء الله باخذه ان شاء الله. خلاص هو هو ملاح الوانيد. هذا هو لازم يعني لان هذا المباراه يعني والحضور والجماهير وسعادة المحافظ موجود ان شاء الله والكرماء كل شيء موجود ان شاء الله. بس بيني وبينك بيني وبينك أمر. انت مع النهضة ولا الظفار؟ انا نهضة. نهضة؟ هي نهضة. يفوزون ولا؟ ان شاء الله. يعدون ولا ما يعدون؟ ان شاء الله يعدون. بس يقولوا الظفار صعبين. لا ان شاء الله. وناويني ان شاء الله. تعرف شو يسمونهم الظفار؟ زعيم. والله هذا كل واحد يشجع كل شيء يعني. كل واحد ياخذ نصيبه. نبره صوتك تغيرت. لا بقول ظفار بقول ظفار ما بقول ظفار انا بقول نهضه. بس انت لابس غتره حمراء. هذا هو جاي صدفه. شوف انت تقول صدفه. محمد انت مع من؟ نفس الشيء. دام انك بنت وياه السوق وبنت وياه الملعب اكيد بتشجع بعد النهضه. ان شاء الله. يلا كل التوفيق لكم. انا كنت ظفاري.
لا 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 انا انسان محايد. سمع صوتك انت تحب تجد على الاطفال. لا غنيت اغانيهم ولا طريت اساميهم. والله تروت ليش ما تغير؟ ليش ما تغير؟ ما بغير. شلون هذا؟ يمكن تتردد، يمكن تغير. لا ما تردد، ما واحد يقول كلمته كلمه ترى. ها ان شاء الله. يا سلام. خلاص نهضاويين طلعوا.